السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بإذن الله هناخد ليسون 10 لحد ليسون 13 من يونت 1، واللي بيتكلموا عن جزئية Subtracting and Estimating Decimals، فياريت نركز مع بعض في حلقة النهاردة ويلا نبدأ الدرس. أول جزئية هنتكلم عليها النهاردة هي نوع من أنواع السبتراكتنج. طبعا الماينس عندنا عامة في طرق كتيرة، في الطريقة العادية اللي احنا اتعلمناها من احنا صغيرين، نحط التو نمبرز فوق بعض ونعمل ماينس وهكذا، وفي طبعا طريقة تانية اللي هي هندرسها النهاردة اللي هي موديلنج ديسيمال سبتراكتنج، اللي هي بنعملها في موديل. الموديل اللي هو المربع الكبير اللي قدامي ده زي اللي خدناه في الحصة اللي فاتت، بس كانت في الادينج. النهاردة هناخدها في السبتراكت. طيب في الادينج ما كانتش بتفرق معايا ببدأ ازاي، ليه؟ لان 2 بلس 3 هي 3 بلس 2، فالموضوع بالنسبة لي عادي. انما في الماينس لازم ابدأ بالكبير. طب احنا عارفين الكلام ده، فبقوم جاي اعمل ايه هنا؟ بقول لي 1.12، 1 يعني 1 وول، يعني واحد كامل من ده، and 12 ايه؟ hundreds، يعني 12 من 100. ادي 10 وادي 2، كده خلاص عملت النمبر الاولاني. طب النمبر الثاني اللي هو 0.45 او 45 hundreds هعمله ازاي؟ مش هرسمه بقى، لا ده انا هشتال، هحذف، لان بعمل سبتراكت. فهبدا اعلم على السكويرز اللي انا هشتالها. طبعا اللاين الواحد او الكولوم الواحد زي ما احنا عارفين فيه 10، دي 45 يعني 40 يعني 4 كولوم، و5 يعني 5 بارت، 1 2 3 4 5، يبقى ده كده بالنسبه لي 45. تمام. طيب انا عملت ده ماينس دي، عملت النمبر الاولاني كله اهو، والتاني حذفت على ال 0.45. اجيب الريزلت ازاي؟ هعد بقى الايه، ايوه هعد الشادد بارت الباقيه اللي هم المتلونين ده، هبدا اعدهم. تمام. طبعا واحد ممكن اقدم يقول 1 2 3 4 5 وهكذا، ماشي. واحد تاني هياخد بالكولوم، هنقول مثلا 1 2 3 4 5 6، يبقى 6 والواحد فيه تاني يبقى 60، ونعد البارتس الصغيره، ادي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى كام؟ 67 from 100 او 67 hundreds. تمام. طب نيجي على الاكزامبل اللي بعده، 0.32 يعني 32 from 100، يبقى لون 32 بارت. جميل، هشتل منهم ايه؟ 12، الون 12 او اعمل على 12 اكس او الونهم بلون مختلف ايا كان الطريقه اللي انت حاببها. وبعد كده اعد الايه؟ اعد الباقي، هيطلع عندي ادي 10 وادي 10 ناقصه 2 وادي 2 اهمت، يعني 20، يبقى 0.20. نيجي بقى على سؤال. طبعا واحنا بنحل زي ما انتم شايفين هتلاقوا فيه الايه؟ العلامه دي، العلامه دي يعني السؤال ده انا سايبه لك انت تحله. طيب يا مستر انا هحله امتى؟ حضرتك الاول هدي لك السؤال ده حله معاك، وده حله معاك، تقوم انت جاي موقف الفيديو. تمام؟ احنا مش لايف، فعادي هتوقف الفيديو وتحل الاكزامبل ده وتحل الاكزامبل ده. طبعا الاجابه مش هتظهر عندي ولا عندك، يعني انا مش حللهم اصلا. طيب انت هتعمل ايه بعد ما تحلهم؟ تصورهم وتبعت لهم لي سكرين شوت، فين؟ في الجروب بتاع التليجرام اللي هتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو في الوصف. تمام. طيب نيجي هنا 0.28 - 0.15، هبدا بالاولاني 0.28، يعني 2 كولوم و8 من واحد اهم. تمام كده، هشتال منهم 0.15. طيب 15 يعني 10 و5، هناخد 10 مثلا وليكن من هنا وادي 5 من هنا. ايه اللي اتبقى؟ هعد بقى البلو اللي اتبقى، ادي 10 وادي 3 تبقى 13، يبقى 0.13. نيجي على الاكزامبل اللي بعده، 1.08 - 0.68. 1.08 يعني 1 كامل اهو و8 من هنا. تمام.
هشتل منهم 68، ادي 8 اهي تمام، واشتلت 6 منين؟ من هنا كده 68. ايه اللي اتبقى لي؟ ايوه اللي بالبلو ده اللي هو 1 2 3 4 4 كولوم، والواحد فيه 10 يبقى كام؟ يبقى 40. فهمنا الجزئيه دي خلاص؟ تمام. زي ما قلت لكم هتقوموا موقفين الشاشه تحل دول، وبعد كده تكمل الفيديو وتكملوا معايا. طيب نكمل. هنا بقول write an expression to a match the model. طب تعالوا نشوف كده. هنا اللي معمول عليه اكس ده يعني الطبيعي انه كان موجود، كان متلون. يبقى انا هحسبه، وطبعا هحسب الملون ده كمان والمتلون ده. يبقى اول حاجه انا هاخد الشادد بارت كلهم. ده كله كده 1، ودول ادي 1 2 3 4 5 55. يبقى اول حاجه اكتب له اول نمبر بالنسبه لي اللي هو 1.55. هعمل سبتراكت الايه؟ للي معمول عليهم اكس دول، ادي 1 2 3 4 5 6 7 وادي 3 يبقى 73، يعني 0.73. طيب الريزلت اهي، هنعد الشادد بارت الباقيين. واحد طبعا يقول لي يا مستر طب احنا ليه ما نعملش مساله ماينس عاديه؟ نكتب التو نمبرز فوق بعض ونعمل ماينس. اقول له يا حبيبي هناخدها لسه في بقيه الدرس ان شاء الله، بس انا بجيب لكم الطرق اللي موجوده عندكم في المنهج عشان تقدر تتعامل مع كل طريقه لوحدها. هنعد بقى، نعمل كاونت للايه؟ للشادد بارت الباقيين هيطلعوا 0.82. نيجي هنا طبعا الموضوع الاكزامبل هنا سهل جدا تمام. هنلاقي ان الشادد بارت هي هيها الايه؟ هي هي المعمول على اكس اللي هي اتعمل لها سبتراكت. فهنعد دول، ادي 10 20 30 40 وادي 1 2 3 4 5 6 يبقى 46 0.46. هنقص منهم نفس العدد يديني الإجابة إيه؟ زيرو. ننتقل للجزئية الثانية من درس النهاردة اللي هي subtracting decimals using the place value chart. دي الطريقة اللي إحنا بنقول عليها الطريقة المعتادة بتاعتنا، بس هو عاملها هنا في إيه؟ في تيبل كبير أو في شارت كبيرة. يعني أنت ممكن تحل بالطريقة دي بس من غير ما تعمل الشارت، اللي هو تكتب النمبر الأولاني والتاني تحت وتبدأ تحل من غير التيبل ده. فدي اقرب طريقه للطريقه الايه؟ سبتراكت العاديه. انا عندي تو نمبرز اهم، هكتب كل ديجيت في البليس بتاعته. يعني هنا 24 يبقى 2 في التنس وال4 في الوانس، والبوينت طبعا اهي، و8 اقوم حاطط 8. ايه ده يا مستر ده في زيرو هنا؟ مفيش هنا زيروهات. هقول لك هتعرف ليه دلوقتي، لحظه. نيجي على النمبر الثاني 7.245. 7.245. طب يا مستر قلنا بقى الزيروهات دي لازمتها ايه؟ هقول له عشان دي مساله او اكزامبل بتاع سبتراكت، فالطبيعي لازم النمبر الاولاني يكون موجود عشان اعرف اعمل سبتراكت. لازم اقول حاجه ماينس 5 فبحط 0 تمام، مكان فاضي بحط فيه 0. طب 0 ماينس 5 ما ينفعش. هنعمل ايه بقى؟ نرجع بقى للسبتراكت بتاعتنا بتاعت برايم 3 و4 بقى. الزيرو تروح تستلف من اللي قبلها، بورو 1 بس الزيرو دي معهاش، فالزيرو دي تروح تستلف من اللي قبلها، فتبقى ال8 دي 7 ودي 10، ال10 تروح تدي لدي فتبقى دي 9 ودي ايه؟ ودي 10. 10 ماينس 5 ب 5، وهنا 9 ماينس 4 ب 5، ودي بقت 7 طبعا، 7 ماينس 2 ب 5، وهنا 4 ماينس 5 ما ينفعش، برضه هنعمل بورو من اللي قبلها. تمام؟ هتبقى دي ال2 دي هتبقى 1 ودي 14. 14 ماينس 7 ب 7 وهنا ال1 تنزل زي ما هي، او ممكن نحط هنا 0 برضو ونقول 1 ماينس 0 بايه؟ ب 1. نجيب بقى اكزامبل يلا. اول حاجه هكتب كل نمبر في المكان بتاعه. انا عندي 12.8 اكتبها اهي. ال1 في التنس وال2 في الوانس والديسمال بوينت وال8 في التنسز. واجي على النمبر التاني اكتبه برضو، ال 3 في الوانس هنا، وبعد كده 0 و 9، وابدا اعمل ماينس. يا مستر ال 9 مفيش فيها رقم اعمل ايه؟ ها؟ شطار احط 0. يبقى احط 0 فين؟ هنا اهو، وبعد كده اقول له 0 ماينس 9. طبعا واحد هيغلط يقوم كاتب لي 0، لا يا حبيبي لازم الاولاني يكون اكبر من التاني. ما ينفعش 0 وانقص منها 9. فال 0 تروح تعمل بورو لايه؟ ايه ال8 تستلف منها،
فالزيرو تبقى 10 والايت تبقى 7. 10 ماينس 9 ب1، وهنا 7 ماينس 0 ب7. 2 ماينس 3 ما ينفعش، فهتستلف من ال1 فتبقى 0 دي 12 ماينس 3 بايه؟ ب9. يبقى الاجابه 9.71. نيجي على الاكزامبل اللي بعده، برضو نكتب الرقم الاولاني كتبناه اهو والرقم الثاني، وبعد كده نبدا نعمل الماينس بتاعتنا. 5 ماينس كام يا مستر؟ مفيش حاجه تحت. الحاله دي بقى ممكن نحط 0 ممكن ما نحطش. ليه؟ لان الرقم الاولاني هو المهم بالنسبه لي. الرقم الثاني مش موجود، عادي عادي هقول له ايه؟ ايه 5 ماينس nothing equal 5. 4 ماينس 6 ما ينفعش، ال 4 تستلف من ال 2 تبقى 14 ماينس 6 ب 8، وال 2 هنا كانت مديه لل 4 فتبقى 1. 1 ماينس 8 ما تنفعش. يلا ال 1 تروح تستلف من 9 تبقى 9 دي 8 وال 1 11. 11 ماينس 8 ب 3. طبعا 9 بقت 8 تنزل زي ما هي 8 وتبقى الاجابه 8.385. ننتقل للجزئيه الثالثه في السبتراكتنج ديسمال. دي بقى اللي هي ايه الطريقه يعني اليوجوال بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها عامه، اللي هو تو نمبرز يعني ماينس نكتبهم تحت بعض ونحل عادي. دي ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لنا. طيب هنا عندنا تو نمبرز اهو، لما اجي بقى اكتبهم عشان ما اغلطش، اهم حاجه لما تيجي تعمل تو نمبرز بلس او ماينس ويكونوا ديسمال، لازم تخلي الديسمال بوينت تحت الديسمال بوينت. تمام. نبدا بقى بايه؟ باول رقم 75.48 و7.082. اول حاجه زي ما انتم شايفين اهي الديسمال تحت الديسمال، وبعد كده بيرتب بقى الاول الثاني الاول الثاني، وهنا برضو ايه هكذا. طيب عايز اعمل ماينس، دي فاضيه احط فيها زيرو صح؟ 0 ماينس 2 ما ينفعش، هعمل ايه؟ ايه؟ ايوه هستلف من الرقم ده. تمام؟ فتبقى دي 7 ودي 10، 10 ماينس 2 ب 8، وبعد كده دي ايه؟ دي 7، طبعا هظهر لك هنا الاجابه ونحل على اساسها. 7 ماينس 8 ما ينفعش، فال 7 تستلف من ال 4، يلا تبقى 17، 17 ماينس 8 9. هنا دي بقت 3، 3 ماينس 0 ب 3. 5 ماينس 7 ما ينفعش، 5 استلف من 7 يبقى 15 ماينس 7 ب 8، وال 7 بكام؟ ب 6. طب نيجي هنا، هنا هول نمبر ومفيش ديسمال، وهنا هول وديسمال، اعمل ايه؟ اول حاجه انا جاي اقول له ايه؟ اخليه ديسمال، احط له بوينت وتو زيروز زي ده خلاص، وابدا اعمل ماينس بتاعتي عادي. اقول له هنا 0 ماينس 7 ما ينفعش، استلف من اللي جنبها واللي جنبها تستلف من اللي جنبها واللي جنبها تستلف من اللي جنبها. ايه يا مستر كل ده؟ ما هو ترتيب. طب ال 3 هتدي للزيرو فتبقى ال 3 دي 2 ودي تبقى 10، 10 تدي اللي بعدها تبقى دي 9 ودي 10، 10 تدي اللي بعدها تبقى دي 9 وتبقى دي 10، تبقى بالشكل ده كده. يبقى ال 3 بقت 2 ودي بقت 9 ودي 9 ودي ايه؟ ودي 10. وبعد كده نبدا نعمل ايه؟ ماينس عادي. 10 ماينس 7 3، نكتب برضو الإجابة كلها اهي، و9 ماينس 1 8، و9 ماينس 5 4، وال2 تنزل ايه؟ زي ما هي. طيب نيجي هنا 2 ماينس 7 برضو ال2 هتستلف، يبقى ال2 هتاخد من اللي جنبها واللي جنبها ياخد من اللي جنبها واللي جنبها ياخد من اللي جنبها، برضو نفس الايه؟ نفس الفكرة. فتبقى هنا ال2 دي ب1 ودي ب9 ودي ب10. طبعا ال 10 دي هتدي برضه لدي تبقى دي 9 ودي ايه؟ 12 ماينس 7 ب 5، هنكتب برضه الاجابه. وهنا قلنا دي ودي بقت 9، يبقى 9 ماينس 4 5 و 9 ماينس 3 6. 2 ماينس دي طبعا بقت 1 ما بقتش 2 لانها كانت سلفت، فال 1 هتستلف من الزيرو مش هينفع، الزيرو تستلف من ال 1 يبقى دي 0 ودي 10. 10 تدي لل 1 تبقى ال 10 دي 9 ودي ايه؟ ودي 11. 11 ماينس 2 ب 9، وهنا قلنا 9 ماينس 1 ب 8. ننتقل للجزء اللي بعد كده اللي هو estimating decimal difference. الاستيميتنج في كذا نوع من الاستيميت، تمام؟ عندنا حاجه اسمها front end estimation
ودي طبعا كنا خدناها في جريد 4. وفي البنش مارك ديسمال دي انا قلت لكم عليها في درس الاديتيف اللي فات اللي هو البلس اللي فات. والسيبريت تولز اند بارت دي يعتبر يعني ما بنشتغلش بيها الا نادرا. والراوند تو ذا نيرست وانس وتنس وهندرد، الراوند طبعا احنا عارفين. طيب احنا هنشتغل هنا مثلا المره دي، الحصه اللي فاتت في البلس كنا اشتغلنا بالبنش مارك، بنش مارك احنا فاكرينها طبعا. طب نشتغل هنا مثلا بالفرونت اند. الفرونت اند اللي هو ايه؟ الفرونت اند استيميشن، باخد اول ديجيت من الشمال والباقي كله اشتغله واحط مكانه زيروهات. فهنا 8.34 هتبقى 8.00 صح؟ طبعا مش حاجه اسمها 0.00 فبتبقى 8. وهنا تبقى كام؟ ها؟ شطار، تبقى 3. يبقى 8 ماينس 3 بايه؟ ب 5. ماشي؟ طبعا في الراوند نيرست وانس وتنس و100 والطرق دي باذن الله نبقى نتكلم عليها. يلا نشتغل النمبر ده. 345 هناخد ال 3 بس يبقى 300. وهنا 8 بس هتبقى 80 زي ما هي. وطبعا نعمل لهم ماينس 300 ماينس 80 بايه؟ شطار 240 20 سوري. 7.21 و 4.56 هنكتب ال 7 ونكتب الايه؟ ال 4. يبقى 7 ماينس 4 اديني 3. طب هنا بقى نعمل ايه؟ مين اللي شاطر يقولها لي؟ شطار شطار، تبقى 0 ماينس 0 ايكوال 0. ننتقل للجزئيه اللي بعد كده. 75,000 ماينس 300 ايكوال 45,000. هنا 75,000 اللي هي 0.075، وهنا 300 اهي يعني 0.03. طب هنا في 1000 وهنا ما فيش، هقوم مزود لدي 0، فدي هتبقى كانها 30,000 ودي 75,000. ف 75 ماينس 30 تدي لك 45. فاهمين الفكره؟ انا هحاول اكتبها لكم اهو. هنا دلوقتي مثلا 75,000 اهي 0 ماشي 0.075، وهنا 300 يعني هي 3 في ال 100 اهو تمام، وهنا 0 اهي 0.0. طب دي فاضيه فممكن احط لها 0 عادي، تبقى 30,000 و 75,000 ونعمل ماينس 5 ماينس 0 ب 5، وهنا 7 ماينس 3 ب 4 تمام، وهنا 0 زي ما هي 0.0 فتبقى ايه؟ ايوه 45,000. فانت بتلاقي حاجه في ال 100 زود لها 0 خليها 1000، ده طبعا على اساس لو الثانيه 1000 فالاثنين ايه؟ يكملوا بعض. طيب نرجع للجزئيه بتاعتنا. هنا 45,000 و 12,000 الاثنين 1000 فنعمل ماينس عادي. 45 ماينس 12 تديني 33 تمام؟ طيب ابدا اكتب بقى كل ديجيت في مكانه. دي 33,000 يعني الاخير ده في ال 1000 واللي قبله في ال 100 لاني باجي من ايه؟ من اليمين للشمال. مظبوط؟ زي ما كنا هنا كده مثلا. قلنا 45,000 اهي 45,000 الاخير في ال 1000 واللي قبله في ال 100 اهي 5 في ال 1000 و 4 في ال 100. فيبقى هنا 3 وهنا 3. طيب هنا 500 و 13,000 قلنا هنعمل هنا ايه؟ ها؟ شطار نزود 0. يبقى دي كانها 50 ماينس 13 تديني 37. يبقى هنا 3 في ال 100 وال 7 في الايه؟ في ال 1000. نيجي للاكزامبل اللي بعده. 4 tenses و 75,000 ايه؟ مين الشاطر يقول لي هنعمل ايه؟ جميل، ال 4 ازود لها 0 عشان تبقى زيها زي ال 1000 فتبقى 400,000 ودي 75,000 فتبقى كانها 400 ماينس 75 تبقى بكام؟ 325. ونبدا بقى نكتب كل واحده في مكانها. الاخيره 1000 يبقى دي 100 يبقى دي ايه؟ تنسز. يبقى 3 و 2 و 5. دي كانت تعتبر واخده زي درس لوحده كده، طبعا هي مش محتاجه يعني، اللي هي الورد بروبلم او الستوري بروبلم.
فانا حبيت ان اجيب لكم فكرتها بس في الدرس يعني، عشان ما نقعدش حصه كامله نقول في الجزء ده. وباذن الله يبقى الحصه الجايه بقى نعملها ايه؟ ريفيجن على يونت 1. تمام؟ نبدا باول سؤال بقى. The width of the تحيا مصر bridge which connects northern and eastern Cairo to western Cairo across the Nile River. يعني بقول لك ان الجسر بتاع تحيا مصر متوصل ما بين ايه؟ مكانين. Is 67.3 meters and the Jiaxing والله الاسماء الصينيه اللي جايبينها لك دي بتقول له اي جسر وخلاص. طيب والجسر دوت يعني ماشي. And Japan is less in width than the our bridge by 11.7. يعني بيقول لك ان الجسر بتاعنا اللينس بتاعه او متوصل ما بين مكانين 67.3، وهنا ده اقل منه ب 11.7. How wide is the الجسر الياباني او الصيني سي بريدج؟ طيب المقصود هنا ايه؟ عندنا جسرين، الجسر الاولاني العرض بتاعه تمام 67.3 والتاني اقل منه ب 11.7 تمام. فبيقول لك ايه؟ فبيقول لك هنا الفرق بينهم ايه؟ طبعا طالما طلب الفرق يبقى طبيعي هنعمل ايه؟ هنعمل ماينس. فهقول له 67.3 ماينس 11.7 عشان اجيب الايه؟ البريدج الثاني الويدز بتاعه كام؟ نبدا نعمل ماينس 3 ماينس 7 طبعا ما تنفعش استلف من اللي جنبها، تبقى 7 دي 6 ودي تبقى 13 ماينس 7 اهي نكتب الاجابه برده على طول تبقى 6، وهنا 6 ماينس 1 ب 5 و 6 ماينس 1 بايه؟ ب 5. نيجي على اللي بعده. رشاد and his father went fishing. Each of them caught a giant fish. The mass of the fish أو the first fish was 53.25 كيلو and the second 46.8. What is the mass of the two fish together؟ أهم حاجة كلمة together. Together يعني الاتنين مع بعض، يبقى نعمل لهم بلس. تمام؟ أكتب الأولى والتانية وأبدأ أعمل بلس عادي. طيب يا مستر الحتة الفاضية دي أحط فيها زيرو؟ عادي، عايز تحط زيرو عادي، مش عايز خلاص. تمام؟ 5 بلس 0 ب 5. طبعا في نقطة هنا مهمة، ترتيب الديسمال بوينت هنا يخليك ما تغلطش وتقول لي 5 بلس 8، عشان كده بقول لك خلي البوينت تحت البوينت. يبقى 5 بلس 0 ب 5 و 2 بلس 8 ب 10 0 كاري اب 1، 1 بلس 3 4 4 و 6 10 0 كاري اب 1، 1 و 5 6 6 و 4 10 برضه 0 كاري اب 1، مفيش هنا حاجة عاملاها كاري فنزلها ايه؟ تحت، تبقى الإجابة 1 ايه؟ 100. وطبعا في هنا في الاول فرق. ده كده كان درس النهارده. لو في اي حاجه وقفت عليكم يا ريت تكتبوا لي في كومنتات او تدخلوا على طول على اللينكات بتاعه جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام، هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو. ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه، انا ان شاء الله هساعدكم فيه. وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستغرام وتويتر، ولو عجبتك الحلقة متنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان أكتر عدد من الناس تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.